كريديات وكمبيالات وما شنو، العلوش راه يعيط من المليون حتى المليون ونص. مليون ونص يمشي جبت انا شهريتي 800,000، باش نخلط عليه العلوش كيفاش باش نشريه؟ نخلص ماء ضو نقري صغار زوز صغار، نخلص كريدي بانك منين باش نشري العلوش؟ الناس اللي تحكي عليهم هذوكم نتاع السهريات ونتاع ما شنو، هذوكم كلهم قروض من البنوك، هذوكم عباد اداريين يمشي يجبد من الديستريبيتور يمشي يسهر. هذيك عباد ماهيش نتاع مستوانا نعاهم، ونحن عندنا زوز طبقات ولا الزوالي ولا بس عليه، فهمت كيفاه؟ هذوكم عباد تعيش في عالم اخر، ونحن عباد نعيشوا طبقه تحت صفر. هو في ديننا محرم الكريدي، فما عباد تلتجا للكريدي تاخذ قرض باش تشري علوش. هو ربي سبحانه قال لك لمن استطاع اليه، معناها ما عندكش ماكش ما في مقدور باش تشري، انت عندك تشري. من يشري سنة ما نقدرش باش نشري، ظروف تسمى ولا صغاري انا بتبيع يفهموا الوضعيه اللي عندي انا، خاطر مربي معناها فاهمين الوضعيه، انا عندي وضعيه خاصه في حياتي، فهمت كيفاه؟ معناها ما نجمش نشوف التلفزه، اما هما فاهمين الوضعيه وعندي بابا انا ما علوش اما تاع بابا مش تاعي انا. الكل علوش نذكر بابا يشرينا فيه ب 180، علوش مصلي يعني بيه جيبه ب 180، واذا كان شري ب 250 هذا تلقاها مصلي يعني بيه. نتاع مليون ونص تو قبل نذكره 250,000، تو معلم مليون ونص وما يجيبلكش علوش، هاو مطلعينها مهبطين علوش قال 3,200,000 معلم، فهمت؟ خي باش نشري كاتريال، عاد كاتريال لو نمشي نخدم بها خير، نشري كاتريال نمشي نخدم بها ندبر راسي خير، باش نشري علوش. هذيك امنيتي الوحيدة، بشكل قشار ياكل على راسه، خاطر الأكثرية تو شفت اللي طلعوا في الأسيوم هي القشارة، راه يشري العلوش ويرقدوا، مش باش يخسر عليه، مش باش يخسر عليه شيء، هو يشريه الفلاح أكثر واحد هو قاعد تعب، راه فلاح يسرح ويوكل ويعلف في الشتاء، ومن بعد يجي القشار يلقى حاضر يعمل هكا يهبطوا في عود يربح 100,000 ولا يربح في 300 400. لا مانيش مقتنع توت، خاطر فما عباد مساكن عمني وما عايدتش حتى سنة، صعيب كان باش تعايد على السويمه هذيك باش تبقى. اذا كان جا العلوش توريد، اذا كان جا العلوش راه فما عباد باش تعايد، ما عادش تسمح ظروف ولا صعيبه برشا، والعيد برشا نحن عندنا في تونس، جا الماء جا الضو جا العيد، او بعد تدخل القرايه او جا رمضان او مولد، نحن عيدنا ولت برشا، فهمت كيفاه؟ اقل عيد باش تصرف فيه 500 600,000 هذا يتسمى المولد، كان دخلت القرايه راسك تعرس هي ما عادش فيه، فهمت؟ جا صيف تولي بحورات وتولي ما عادش شنو، عيدنا مناسباتنا برشا في تونس نحن. عندك ما تقول انا مع قطع العلوش تو تولي العباد ترخ شوي، هاك القشاره ذوكم يولي يرخ شوي على الاقل، فهمت كيفاه؟ انا مع الانقطاع مع نسانده، يعني السنه ما نعيدوش، نعيدوش مش حاجه هو بلي جيبش تعيد، اللي باش يشري علوش راه شاريه بالكريدي، ما حتى واحد يكذب عليك، حتى يخلص في 5 ملايين راه ما يقلطش باش يشري، شفت اللي يخلص في 5 راه يصرف في 10، واللي يخلص في مليون راه يصرف في 2. هذه في تونس راه اللي صايره الظاهره، راه هو حياته كامله بطبيعته مكردي، هذاك اللي باش يشري بالكريدي باش يكردي العلوش، ومن بعد الضو باش يزيد يتسلف يخلص الضو ويزيد يخلص الماء ويزيد دخله صغار والقرايه، من بعد يجي بعد الصيف هو بطبيعته حياته كامله. انت نحن تو الله اعلم، انت نحن بطبيعتنا مكردين تو عايشين في الكريدي، حياتنا كامله كريدي، نحن تو تمشي الحانوت تلقى كريدي، الضو تلقاه مكردي، الماء مكردي، ونزيد نكردوا العلوش، مش هو بلي يجي باش واحد يشري علوش. كان انخفضت الاسعار وسوم معقول راني باش نشري، مش من نشريش ما لقيتش هكا نحتك نغور.